في الحالة الراهنة ووضع يمكن أن يؤدي باليمن إلى الخطر إلا بقاء الرئيس في السلطة وإصراره على معاندة الشعب ورفضه لمطلب الثورة الشعبية الشبابية التي تمتد إلى جميع محافظات الجمهورية. هذا هو أكبر خطر يمكن أن تواجهه اليمن. كما تابعنا قبل قليل الرئيس صالح يحمل الإعلام الخارجي مسؤولية ما يراه تضخيما وحقدا على التجربة الديمقراطية في بلاده كما يقول. ما رأيكم أنتم؟ نحن نقول الأخ الرئيس، الإعلام الخارجي لم يؤدي دوره الكامل حتى الآن، فمماذا يتخوف الأخ الرئيس؟ لعله يتحدث عن قناة سهيل والتي تبث من لندن بسبب أن سلطته الفاسدة الفاشلة رفضت لسهيل أن تبث من داخل اليمن، فلعل الأخ الرئيس يقصد قناة سهيل. أما معظم القنوات فهي لم تؤدي دورها الكامل والمطلوب حتى الآن. من خلال ما جرى في تونس ومصر ويجري الآن في ليبيا، أي الدروس مستفادة بالنسبة إليكم؟ نحن استفدنا من شعب تونس ومن شعب مصر ومن شعب ليبيا أننا يجب أن نعيش أحرارا وأن نعيش كرماء، وأن على الظلمة والمستبدين أن يرفعوا أيديهم عن شعب اليمن. هل هناك أي خوف سيد فؤاد دحابة من خروج الأمور عن السيطرة نظرا للبعد القبلي في اليمن وللشعب المسلح تقريبا في كل مكان؟ نحن نعتبر الشعب اليمني وقبائله وسلاحه صمام أمان لليمن. الخطر الوحيد على اليمن هو إصرار الأخ الرئيس على البقاء في السلطة ومعاندة الشعب ورفض مطالب الثورة الشبابية الشعبية. شكرا جزيلا لك سيد فؤاد دحابة، عضو البرلمان السابق وأحد شباب الثورة اليمنية، كنت معنا من صنعاء.